ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة لشاب نقض نحبه على متن القطار بين الرباط والقنيطرة الذي انقلب بمنطقة بوقنادل ضواحي مدينة سلا. وحسب التعليق المرفقة للمنشور الذي يتضمن صورة الشاب، فإن هذا الأخير ممرض حديث التخرج وكان متوجها إلى مدينة الرباط ليتعين ويلتحق بعمله الجديد، إلا أن القدر حال دون ذلك ليرتقي إلى الرفيق الأعلى في هذا الحادث المأساوي الذي خلف العديد من القتلى والجرحى. ويشار إلى أن فاجعة انحراف قطار عن مساره صباح اليوم خلفت على الأقل 7 قتلى وأزيد من 80 جريحا، فيما أصدر الديوان الملكي بلاغا يعلن فيه عن تعليمات ملكية بتوجيه الجرحى للمستشفى العسكري والتكفل بمصاريف دفن القتلى، بالإضافة إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.